دي شقة مدام صدفة؟ مين عايزه؟ نادية لو سمحتي. خالته! يا خالته! ايه يا مريم؟ يا خالته تعالي! في هو الواحد معرفش حتى يغير هدومه في البيت ده؟ تعالي بس شوفي مين ده وعايز ايه؟ في ايه؟ حضرتك مدام صدفة السيد حسن عجيبة؟ آنسة! آنسة صدفة! أأمرني، في ايه تاني المرة دي؟ حد اتمسك مخدرات؟ ولا حد اتخبط بالعربية وجاي يتحقق معايا؟ ولا كنتش حصل مصيبة في الصين وشاكين ان الصدفة هي السبب؟ لا يا مدام، مفيش حاجة من ديت خالص حصلت. تاني هيقول لي مدام. تأذنك تمدي لي هنا؟ لحظة واحدة بس يا عم، انت هتمضي على ايه؟ المدام مطلوبة في بيت الطاعة. بيت الايه؟ بيت الطاعة؟ طاعة ايه؟ هو انا اتجوزت وانا مش واخده بالي ولا ايه؟ ايوه يا فندم، حضرتك متجوزه وسايبه بيت الزوجيه بقالك فتره. زوجيه ايه وزفت ايه؟ انا اختي مش متجوزه. تاكد بس، ده اكيد غلطه او تشابه اسماء. ايوه تشابه اسماء. هتوريها. لا صح، انت بتتكلم صح. انا طلعت متجوزه. متجوزه ازاي؟ متجوزه. طلعت متجوزه يا طارق. متجوزه واحد اسمه جلال الحسين. جلال مين؟ الحسيني. ده يبقى عمي. ها؟ ما تعليش صوتك، ولما تكلم عمك تكلمه بحس واطي. ما انا عايز افهم اشمعنى دي وامتى وازاي وهي ما تعرفكش. رمي بالا، قول لي بقى وفهمني اتجوزتك ازاي وانا عمري ما شفتك ولا قابلتك. طب راجع نفسك كده، يمكن تفتكري. تفتكر ايه؟ ها انت لما عرفت ان دي اللي انا عايز اخطبها قلت بقى تضرب عقد وتبوظ الجوازة وعملت الفيلم ده. استنى يا طارق، انا شكلي افتكرت. افتكرت يا صدفة؟ انت اللي كنت قاعد في على البار. بار انت ولا مش انت؟ انا كنت لابس جاكيت رمادي وقميص اسود. شفت؟ افتكرت اهي. ابتديت افتكر.